من تمام ده الناحية حقيقي. السياسية والدور اللي بتلعبه مصر لدعم الأمن والسلم في جنوب السودان في ظل طبعا المنازعات والوضع الغير مستقر هناك؟ احنا طبعا كان بصفة ان احنا اعضاء في مجلس الامن الدولي آه كان لينا دايما موقف داعم لجنوب السودان والتحقيق الاستقرار فيه، وهو تم الاتفاق على ارسال قوات لحفظ السلام تبع الامم المتحدة، ومصر اعلنت انها ستنضم لهذه القوات، وده في حد ذاته يعني علامة ايجابية، لانه مصر تعتبر من اكثر دول العالم مشاركة في قوات حفظ السلام في افريقيا. الحاجه الثانيه ان هو احنا من ايام ما كان طبعا في جون جرانج واحنا في على تواصل مستمر حرصا على تحقيق المصالحه والتوافق سواء بين جمهوريه السودان نفسها وجنوب السودان، لما كان في النزاعات اللي موجوده بينهم على الحدود وغيره. ثم بعد ذلك بعد كده لما حصل الخلافات اللي بين الرئيس سالفا كير والنائب الرئيس اللي هو ريك ماشال، فبرضه احنا استمرينا على التواصل مع مختلف القوى لمحاوله حفظ السلام. احنا كمان اعضاء في مجلس السلم والامن الافريقي، ومن هذا المنطلق حريصين على ان احنا بنحضر كل الاجتماعات اللي بتعقد علشان تحقيق السلام في هذه المنطقة، وعلى تواصل مستمر مع مبعوث الاتحاد الأفريقي الخاص بجنوب السودان، وكان جه زار مصر واتكلمنا معاه في ايه السبل اللي ممكن انها تساعد على تحقيق السلم والأمن في جنوب السودان. طيب انعكاس ده بقى على التعاون ما بين البلدين على المستوى الاقتصادي، معالي السفيرة، يمكن كان واضح البعد ده بقوة من خلال المؤتمر الصحفي والكلام عن زيادة الاستثمارات ووجود رجال الأعمال بقوة في جنوب السودان خلال الفترة اللي جاية. هو يعني أنا يهمني أن أنا أقول أنه على غير المعتقد أو الدول اللي هي زي جنوب السودان، هي من أكثر الدول اللي ممكن تكون فيها سوق للمنتجات المصرية، لانه هم ما عندهمش القدره لسه على الانتاج، وبالتالي عندهم احتياج لكافه السلع. ده بيكون بالنسبه لنا سوق مهم جدا، وخصوصا لو كان احنا في قرب جغرافي بيساعد على عمليه النقل بين الدولتين. وان شاء الله لما المشروع اللي كان عرضه الرئيس السيسي هو في زيارته لاوغندا وصل بحيره فيكتوريا بالبحر الابيض، يعني خط ملاحي نهري، ده كمان هيساعد اكتر. الحاجه الثانيه ان لما تكون دوله عانت من ويلات الحروب ولسه بتنشا، بيكون في مجال ان احنا ندخل هناك في مشروعات في البنيه الاساسيه، يعني شركات المقاولات المصريه، الشركات اللي بتعمل مثلا مواسير المياه، الكهرباء، كل الشركات دي بيكون عندها فرص ضخمه جدا جدا في دوله زي دوله جنوب السودان، خصوصا ان دوله جنوب السودان كمان كانت بتحظى بدعم دولي، يعني ممكن ان هو التمويل يبقى مضمون من خلال الهيئات والمنظمات الدوليه. بس الشرط انه يكون في سلام موجود هناك، ما يكونش في مصدمات عسكريه. فاول ما يتحقق شرط السلام، يا ريت ان هو المستثمرين ورجال الاعمال المصريين يستوعبوا اهميه تواجدهم في مثل هذه الدولة، أولا من حيث مصلحتهم هم والأرباح اللي بتعود إليهم، ثم إن هم طبعا هيمثلوا بالنسبة لنا يعني قوة ناعمة موجودة في دولة من الدول الهامة بالنسبة للأمن القومي المصري. طب قولي يا معالي السفيرة، كعنوان كده يعني العلاقات مصر الإفريقية، خليني أقول تقييم حضرتك للاختلاف اللي حصل ما بينها دلوقتي حاليا يعني والفترة اللي فاتت. يمكن لما ناقش حضرتك في وقت سابق قلتي لا احنا طول عمرنا لينا تواجد في القارة الإفريقية وفي شغل، لكن لأي مدى في فارق، في تطور، في اختلاف نوعي على خلفية حتى اللقاءات، الزيارات المتبادلة، المحافل الإفريقية اللي بيكون حريص على التواجد فيها بشخصه الرئيس؟ هو طبعا الفارق الكبير المحسوس وانا اعتقد ان القاره الافريقيه كمان حسيته، هو التواجد على المستوى الرئاسي، مستوى القمه. وانا دايما بقول ان هو العلاقات مع الدول الافريقيه علاقات مختلفه عن الدول الاخرى، لان فيها قدر كبير من الحميميه ومن الشخصنه.
يعني العلاقات بين الرؤساء نفسهم علاقات مهمة. طبعا. وفي أثناء القمم الأفريقية بيلتقي هما بشكل منفصل بعيد عن باقي المسؤولين، وفي مشاكل كثيرة وأمور كثيرة بيتم الاتفاق عليها في خلال هذه اللقاءات، احنا كنا غايبين عنها فيما سبق. فدلوقتي بتواجد الرئيس السيسي في هذه المؤتمرات بتبقى فرصة لأن هو يتواصل مع الزعماء والقادة، ده بيسهل لنا مثلا التنسيق في موضوعات ممكن نكون يعني في أشد الاحتياج إليها في الوقت الحالي، زي قصة سد النهضة مثلا. سد أول مثلا موضوعات زي الإرهاب، طب. لأن مشكلة الإرهاب دي مشكلة بتمتد في خلال يعني أنحاء القارة الأفريقية كلها. صحيح. والتنسيق بين الزعماء ده من شأنه أن هو يأثر الطريق بالنسبه لمواجهه الموجات بتاعت الارهاب والهجره غير الشرعيه اللي بتحصل. يعني في موضوعات كثيره جدا، تهريب سلاح، تهريب مخدرات، احنا عندنا يعني المشاكل الكثيره التي نواجهها في يعني جزء كبير جدا منها بيكون منبعه من الدول المجاوره لينا. واضح معالي السفير، انا بشكرك شكرا جزيلا معالي السفيره منى عمر.